عروض متعددة يقدمها سوق العيلة بمهرجان صيف 2021 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، وسط إقبال كبير من المواطنين لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية والقرطاسية. الإقبال هون أقوى من برا بصراحة، لأنه هون الأسعار أرخص بكتير من برا، في عجقة لأنه في خصم أكتر من برا، يعني في عروض مثلا حلوة، يعني أكتر من قسم لقيت فيه إنه مثلا أكتر من شغلة بعرض واحد وأرخص من برا. فيه أسعار مناسبة لعموم المجتمع، ويعني فيه جو عائلي بامتياز، يعني فيه أطفال فيه الأولاد بيتسلوا بغيروا جو. معرض كتير أسعاره مناسبة على هو السوق برا، اشتريت ألبسة أولادي المدارس وغذائيات كتير منافسة عن برا، يعني في توفير شي 25% يعني تقريبا. نحن عم نخفف حلقات الوساطة، عم نقدم عروض بأسعار مناسبة للمستهلك. شاركنا بمعرض العيلة بس عشان نخفف عبء على المواطن بظل شفت الأزمة اللي عايشينها، وفي عنا عروض خير الله. المنتج اللي عم نشتغل فيه كله منتج وطني، نحن جينا من محافظة طرطوس لحتى نشارك بهي الفعالية منشان نكون على احتكاك مباشر مع الزبون، لأنه بصراحة نحن بنوزع لتجار الجملة وتجار نصف الجملة، فلذلك نحن بعيدين كل البعد عن التعامل المباشر مع الزبون. جينا لنشارك بهذا المعرض لحتى مثل ما قلت لك لحتى نكون على احتكاك مباشر مع المستهلك. عم نقدم عروض كتير حلوة، عم نبيع بأسعار جملة الجملة مشان نقدر نحن، لأنه كمنتجين أو كصناعيين عم نحاول قدر الإمكان أنه نقدر الأوضاع أو الظروف الصعبة اللي عم يمر فيها بلدنا، عم نحاول نقدم السرعة للمواطن بسعر مقبول ومدروس. تنوعت عروض السوق لتصل إلى أكبر عدد من زوار المعرض ولتدخل كل منزل سوري. المهرجان جاء بمثابة مبادرة مجتمعية تضم مجموعة من الفعاليات الصناعية تسعى بدورها إلى تقديم الدعم والفائدة للمواطن، بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني وإعادة سوق العمل والاستثمار فيه.